مباشرة وعبر قناة دبي ريسينج. قبل قليل مشاهدينا الكرام شوطنا رقم 6، الشوط الثاني في المجموعة الثانية والجولة الثانية، وهو ثاني أشواط الإبكار اللقاية المهجنات الأصايل. 5 كيلومترات معانا من جديد، نصارعها وتصارعنا، وجوائز نقدية قيمة للمراكز العشرة الأولى. وبسم الله مع أول مركز نبدأ. المركز الأول وله للسيد حمد بن سالم من حمد بن قمرة من نابت المري، يا سلام، من دولة قطر الشقيقة. قطعنا كيلومتر واحد، يعني باقي 4 كيلومترات. إذا ضيفنا القطري، ضيفنا الشحاني، قادم بهذا الشعار وهذه الهجن اللي تحمله ومسيطر على الموقف. بينما المركز الثاني اللي لاحقتها الآن، اللي لاحقتها ربشة لعبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري، وأيضا ضيف من إخواننا هالقطر اللي نحييهم دوم وفي هذا اليوم وكل يوم. المركز الثالث، المركز الثالث السرمدية وابراهيم بن علي بن شطيط الوهيبي ومن سلطنة عمان طبعا الشقيقة. المركز الرابع تصل فيه بيان لناصر بن محمد بن علي بن حميد المنصوري. وخامس المراكز يأتي دور اللاهي وسعيد بن حمد بن سيف بن محمد العامري. المركز وصل له كم بحزن هذا بحياب. المركز السادس، إذن المركز السادس، المركز السادس حامل رقم 9 اللي هي الوثبة لعلي بخليفة بن رشيد السويدي. والمركز السابع اللي هي سيوف لخالد بن غدير بن حمدان الجحافي من سلطنة عمان الشقيقة. والمركز الثامن حاملة رقم 11 الشاهنية محمد بن حمد بن مانع اليامي من المملكة العربية السعودية الشقيقة. هلا باليامية، هلا بإخواننا أهل السعودية، ضيوفنا الكرام الذين جاءوا لمشاركة إخوانهم هنا في الإمارات، مع كل الأمنيات بالتوفيق والنجاح للجميع. المركز الثامن ولا التاسع؟ التاسع، التاسع، لوحة ال3 كيلومترات المتبقية نرى التاسع دانة لسالم بن عبد الله بن شامس المحاربي. والمركز العاشر اللي هي مشكلة لمحمد بن حمد بن عود بن سعيد العامري. يا سلام، هذا ندائنا وهذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام للمراكز العشرة الأولى. هناك أسماء جميلة قادمة تلاحقنا تبحث عن فرص للتقدم من خلال وجود المراكز العشرة الأولى هناك. نتمنى التوفيق للجميع، ونعود بحضراتكم عودة حميدة إلى مقدمة الشوط لنداعب الضباب. لنداعب الضباب، يا ضباب يا جميل، اليوم الضباب الجو الرائع الرياضي التنافسي الكبير اللي يقوم ويحدث ويجري ويطري على أرض ميدان المرموم تحفة ميادين السباق. نرى المقدمة الآن، المقدمة اللي مسيطرة، اللي ما حد يعني ضايقها لأن الأداء تلقائي. ربشة لعبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري، الهاجري اللي ليتنا من الشحانية، والكل يعرف هذا الاسم، اسم ميدان التحدي، ميدان الشحانية. واللي غيرت الآن، غيرت عليها، خذت منها المركز الأول بيان لناصر بن محمد بن علي بن حميد المنصوري. بينما هناك هجوم ثنائي بل ثلاثي لنرى وله تقوده لحمد بن سالم بن حمد بن قمرة بن نابت المري. المركز الرابع، لله تغيير كامل، سوينا تبديل تشيك سيرفس فيرست، يا سلام، غيرنا صيانة، عندنا صيانة في المقدمة الآن. الشوط هذا وحاملة 15 اللي هي اللاهي، اللاهي لسعيد بن حمد بن سيب بن محمد العامري، غيرت الموقف. بينما 1800 متر على خط النهاية وتتنافس مع الوثبة لعلي بخليفة بن رشيد السويدي، يتصارع عن مصارعة خطيرة. بينما المركز الثالث اللي تحتله وله لحمد بن سالم بن حمد بن قمرة بن نابت المري. المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء اللي قلت لكم أنها بيان لناصر بن محمد بن علي بن حميد المنصوري. المركز الخامس اللي هي ربشة لعبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري. المركز السادس، المركز السادس السرمدية لإبراهيم بن علي بن شطيط الوهيبي. المركز السابع، أعطني بالضبيب، خطف لي 10، خلى القم لي 10 يا شيخ. المركز الثامن ولا السابع؟ السابع، السابع اللي هي سيوف لخالد بن غدير بن حمدان الجحافي. والمركز الثامن، المركز الثامن تليها ايضا وهيله لمحمد بن سالم بن راشد الهاشمي. كثروا ما شاء الله ضيوفنا من السلطنه، الله يحييهم. المركز التاسع اللي هي دانا لسالم بن عبد الله بن شامس المحاربي. المركز العاشر اللي تحتله الجزيره،
دير بالك الاسم هذا خطير، علي بن محمد بن مطر بغدير ليش تبي 10 مراكز. خلاص يا علي يا الجمري، يلا يا ابو حياب الى المقدمه، هيا بنا الى العمل هناك، هيا الى العمل. يا سلام الكيلومتر الاخير، الكيلومتر الاخير، وطارت ربشه تربش الشوط ربشه، وجودها مهم في المقدمه، وجودها حساس يثير المنافسه يثير الحماس، وجود ربشه. الله 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 يا ربشه، ربشه 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 تقود الشوط تقود المسيره. العبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفه الهاجري 800 متر بينما بن رشيد والوثبه لعلي بن خليفه بن رشيد السويدي، والمركز الثاني من الجانب الثاني. الله بيان بيان خطير وهام، اعلان وبيان من بيان 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 لناصر بن محمد بن علي بن حميد المنصوري المركز الثالث. الخوف هني يا جماعه، هني من حامه رقم 12. الله ونعم ونعم، الجزيره وصلت، تستاهل هذا الاسم، الجزيره قادمه. علي بن محمد بن مطر بغدير ليش تبي مشاهدينا الاعزاء. الله يا سلام، لكم بانت بيان بيان هام إلى حضراتكم، موجز لأهم الأنباء، وبيان خطير مثير كبير عجيب رهيب. تقدم بيان التهاني والسلام والتحية لإخواننا أهل مدينة العين، عيناوي البيان عيناوي، وخاصة تهانينا والناموس لناصر بن محمد بن علي بن حميد المنصور على فوز بيان بالمركز الأول. المركز الثاني الله سعيد بن حمد بن سيف محمد العامري. المركز الثالث اللي هو هيلة محمد بن سالم بن راشد الهاشمي. المركز الرابع الجزيرة علي بن محمد بن مطر بغدير اشتبي. المركز الخامس ربشة عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري. وهكذا أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء مستمعينا الكرام، التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام لبيان هذه لحظات إعادة وصول بيان 8 دقائق أراها أنا بعيني الآن، والتوقيت لكن السبع هي الحقيقية، 7 دقائق 36 ثانية 8 أجزاء من الثانية 36 8 أجزاء من الثانية. تهانينا على فوز بيان للسيد ناصر بن محمد بن علي بن حميد المنصوري مشاهدينا الأعزاء، بينما اللي وصلت في المركز الثاني 7 دقائق 39 ثانية 6 أجزاء من الثانية اللاهي لسعيد بن حمد بن سيف بن محمد العامري. تهانينا والناموس. المركز الثالث، شكرا ابو عدنان مخرج سباقاتنا تيسير شنابلة، شكرا لكل الطاقم والكادر والفريق المتواجد هنا بالاستوديو في تحفة ميادين السباق 22. هذه اللي هي 7 دقائق 40 ثانية و5 أجزاء من الثانية هذا التوقيت. وهيله لمحمد بن سالم بن راشد الهاشمي. هكذا مشاهدينا الاعزاء مستمعينا الكرام انتهى الشوط